السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتنا مرحبا بكم في محل أثاث ثقة. اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نور لكم طريقة البيع في محلات أثاث ثقة. عندنا طريقتين للبيع. الطريقة الأولى المعروفة عبر الصفحة اللي راح تكون إن شاء الله ثم راح تكونوا ماشي حاضرين. إحنا راح نكونوا واقفين على الطلبية تاعكم وراح نوفر لكم كاع الإمكانيات باش تلحقكم إن شاء الله بإذن الله سلعتكم كما تشوفوها عبر الصفحة تلحقكم. وأي مشكل راح يكون راح نكونوا عند حسن ظنكم إن شاء الله بإذن الله. رانا واقفين باش نوفر لكم كل الإمكانيات وين ما يكونش كاين مشكل كاع إن شاء الله بإذن الله. هذه الطريقة اللي عبر الصفحة راح تكون عبر الهاتف. نور لكم معنا كيف راح تكون إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم. الطريقه الاولى اللي هي تكون عبر الهاتف راح يكون خونا حليم الله يجزيه خير ان شاء الله اللي راه واقف معنا ربي يكرمه ان شاء الله. راح يكون هو يستقبل المكالمه تاع المشتريه كاع راح يستقبل المكالمه تاعهم وراح يكون في خدمتهم راح يعبر لهم سواء شومبرا ولا فوتاي ولا اي حاجه الطول العرض اللون الكمية كل حاجة راح يكون عبر الهاتف وراح تكون مدونة وراح تكون عبر وثيقة. راح ندير لكم وصل كما هذا وانتم ما تكونوش حاضرين ما تكونوا دافعين حتى حاجة. هذا راح يستقبلوا لينقل السلعة وراح يسلموا لكم حتى المكان تاعكم عبر 48 ولاية بإذن الله. الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر هذا توفيق من عند الله. إنسان يشكر الله ويحمد الله ويشكر على النعمة هذه راح يوصلكم حتى عندكم ويسلم لكم البضاعة وراح تسلموا له النقود وما راح يكون حتى مشكل بإذن الله. أي مشكل راح يكون رانا واقفين عليه قدم وساق باه ما يكون إن شاء الله باه تكون سمعة المحل وتكون الثقة إن شاء الله بإذن الله العلي العظيم. هذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية راح تكون عبر كما نقولوا مع خونا وحيد الله يجزيه خير اللي هو اللي راه مستكلف ان شاء الله بالمشتريه وراح يستقبل المشتريه وراح يدير لهم ثاني الوصفه تاعهم اللي يكون عبر فارميكرو وبالكاشي وكل حاجه ان شاء الله امور اداريه كما نقولوا الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. راح يستقبل لكم وراح ياخذ عليكم يدير لكم الموعد تاع النقل تاعكم يشد لكم البضاعه تاعكم في الديبو المده راح تتفاهموا كاع راح يفهمكم كاع اجراءات العامه ان شاء الله. وهذه هي رانا ورينا لكم واش كاين وشوفوا مسؤولين تاع اثاث الثقه يقولوا لكم اي مشكل راح يكون هو ما راح يكون باذن الله الرحمن الرحيم بصح اي حاجه ان شاء الله رانا في الخدمه ان شاء الله باذن الله والتوفيق من عند الله عز وجل. السلام عليكم.